السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم النهاردة بإذن الله تعالى عن حقوق الزوجة بعد الطلاق، فما هي الحقوق المالية لها وللأبناء. طبعا المطلقة أو المقبلة على الطلاق بتبقى عايزة تعرف حقوقها إيه وواجباتها إيه وحقوق أبنائها إيه. طبعا المطلقة لها حق نفقة عدة، نفقة متعة، لها حق في مؤخر الصداق، لها حق في قائمة المنقولات، وفي أجور. الأجور عندنا بتكون المسكن، وده بيكون لو الأطفال صغيرين بيكون طبعا ده مسكن حضانة، فبيوفر لها المسكن سواء كان لوحدة سكنية أو بيدفع أجر المسكن. الرضاعة، طالما الأطفال في سن الرضاعة لم يصلوا إلى مرحلة الفطام فبيبقى ليها أجر للرضاعة. الحضانة طبعا طالما الأطفال في سن الأطفال لم يصلوا إلى السن القانوني للتخيير ما بين الأب والأم بيبقى فيه هنا حضانة، وده أمر بيتعلق بالطلاق لو حدث طلاق. تمام. بالنسبة لحق الأبناء بيبقى ليهم نفقات، النفقات دي لا تقبل التنازل: المأكل، الملبس، المسكن، العلاج، التعليم. هذه نفقات الأبناء ولا تقبل التنازل نهائيا. لكم مني كل التقدير والاحترام، انتظروني في القريب العاجل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.